اهلا، واضح معاكم ندى موسى بالالف. منار اللي كانت بتلف على الدكاتره عشان تخلف من جوزها وما عرفتش، وفي الاخر كانت بنت بنوت وانت صدقتها. انت عايز تجننني؟ ابويا الله يرحمه كان بيقول لي نيدو، يعني كنت بتضايق منه جدا وانا صغيره، بحس ان انا علبه لبن، بس بقيت بحبه بعد كده لما حد بيقول لي نيدو. حاجات كتير قوي باكل وانا نايمه. بس امي السبب والله، يعني الحمد لله، وبصحى اكل عادي وانام وما افتكرش انا اكلت ايه غير الصبح بقى الاقي شوكولاته يا جنبي وبقرا وانا نايمه. شفتيها دي قبل كده؟ والله العظيم ما قلتوش لحد قبل كده. هي الناس فاهمه ان انا بخاف من ما بحبش البيبان مفتوحه ولا الادراج ولا الدواليب، بس في حقيقه الامر انا بخاف لما الباب يبقى متوارب او الدرج مش مقفول كويس من وانا صغيره. ما تسالنيش ليه، وبحس في حاجه هتطلع من جوه. سبونج بوب. بحبه كده لذيذ كده وكيوت، وبعدين مسلي عبيط، يعني ما بيعندوش حاجات مهمه يعمل. ان شاء الله اتمنى يعني الزمن ما يغيروش. انا بتوتر بسرعه جدا، دي اكتر حاجه بتضايقني، بخاف من الفراق او من البعد، ف بحاول اتصالح مع الفكره دي دلوقتي. بخاف تاني من الدراج والباب المفتوح، محدش يبقى معايا ويسيب باب مفتوح. يوه ما تعيديش، في حاجات كتير قوي. مشكلة ان انا ببدا وما بكملش ما شاء الله، يعني فنفسي اكمل بقى. تصدق دي اكتر حاجه عايز اتغلب عليها، عايز ابدا الحاجه واكملها. بخاف تقريبا، بخاف اوصل لاخر الحاجه. براحتك بقى، خليهم ينفعوك يا بنت الكبير ده.